تقوم وزارتنا وزارة الموارد المائية بجهد استثنائي من قبل تشكيلاتها لدرء الفيضان في الأهوار، وكذلك تقوم بتسليك هذه المياه إلى نهر دجلة عن طريق نهر السويب. وبالآونة الأخيرة قامت آلياتنا وآليات الحشد بأيضا درء السيول أو الأمطار أو المياه المتأتية في هور الحويزة لحقول نفط مجنون، وقدرنا بعون الله أن نسلك المياه اللي تشكل خطر على حقول نفط المجنون إلى نهر السويب وبالتالي إلى نهر دجلة. حاليا تعمل آلياتنا وخصوصا آليات هيئة الصيانة ودائرة الكري وكذلك التشغيل هيئة التشغيل وبقية الدوائر من الشركات العاملة في وزارتنا بجهد يقارب عدد الآليات التي تعمل حاليا بحدود 85 آلية ومنتسبين بحدود أكثر من 100 منتسب لمعالجة السداد وتكتيفها لنهر السويب وصولا إلى نهر دجلة. المهندس وليد خالد شتاش مدير عام الصيانة.